أشاد خبراء اقتصاديون بنتائج الإقفال نصف السنوي للوزارات والجهات الحكومية للفترة المنتهية في 30 من يونيو الماضي، التي أظهرت تحقيق وفر بلغ 33 مليون دينار، ما أسهم في تقليل الاحتياجات التمويلية لسداد السندات الدولية للدين العام، مؤكدين أن الوفاء بسداد السندات يعزز ثقة المستثمرين ويحافظ على التصنيف الائتماني. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي السيد علي المولاني. سيد المولاني، بداية نرحب بك، وهل لك أن تطلعنا على قراءتك لنتائج الإقفال نصف السنوي للوزارات وأيضا الجهات الحكومية للفترة المنتهية في 30 من يونيو الماضي، وكيف سينعكس ذلك على المناخ الاستثماري في مملكة البحرين؟ مرحبا فيكم. تحقيق وفرة في الميزانية من ناحية وخفض مستويات الدين العام من ناحية أخرى يعكسون الأداء القوي للاقتصاد البحريني في الفترة الست شهور الأولى من 2022، والتوقعات لأداء يعني متواصل على هذه الوتيرة حتى نهاية هذا العام. فصندوق النقد الدولي توقع نمو في الاقتصاد ب 3.4% في هذا العام، مدعوم بشكل يعني خاص بالقطاعات الغير نفطية وهي المحرك للاقتصاد. ومن ناحية ثانية يعكس نجاح الحكومة الموقرة في تعزيز المداخيل يعني الحكومية مع المحافظة على مستويات الخدمات المقدمة والمكتسبات الاقتصادية للمواطنين في هذه الفترة. نعم. يعني وبطبيعة الحال هذه يعني التطورات تعزز مركز المملكة، وخاصة من ناحية الملاءة المالية، حيث أنه بيقلل من مصروفات خدمة الدين، وفي نفس الوقت يعطي مؤسسات التصنيف الائتماني يعني الدفعة إلى رفع التصنيف للمملكة. نعم. إذن الخبير الاقتصادي السيد علي المولاني، شكرا جزيلا لك.